هو انت مش واخده بالك ان حفله التخرج بتاعتي بكره وانت لسه ما اشتريتيش اي حاجه؟ هتلبسي ايه بكره ماما؟ يا بنت، ويعني انا هلبس ايه؟ يعني هلبس اي حاجه من عندي من الدولاب؟ ما الدولاب جوه على عينه قد كده. يا سلام يا اختي، يعني انت مش هتنزلي تشتري طقم جديد؟ لا طبعا يا ماما، قومي عشان تشتري حاجه جديده. يو عليكي يا اميره. طيب كمان شويه هبقى انزل اشتري اي حاجه. يلا يا ستي، اديني جبت عبايه جديده اهو عشان خاطر ما تزعليش. ايوه كده يا ماما جدعه، وريني بقى جبت ايه. اسود اسود يا ماما، حرام عليكي يا ماما، هو عزا بقولك تخرجي. وماله الاسود يا بنتي؟ خلاص هروح ارجعها. اه هديتيني منك لله، ربنا يستر. اهو يا بنتي. والله العظيم يا ماما، فين الفرق بقى؟ ايه الاختلاف؟ اسود برضو يا ماما. ايه تاني؟ ايه تاني يا مفتري؟ ما هي اهي ملونه، اهي ملونه يا ماما. حرام عليك يا ماما. يا ماما هو انت بتلونيها بالتقسيط يا ماما؟ يا نافوخي، خلاص خلاص هنزل اغيرها تاني. لا اصبري بقى، انا جايه معاكي. تيجي معايا؟ لا يا حبيبتي لا، اعوذ بالله من ذوقك. هتروحي تجيبي لي حاجات صفرة وخضرة وحاجات من لعلعه كده ومشخلعه، وانا ماليش في الكلام ده. يا ماما لعلعه ايه بس؟ ولا لعلعه. بصي يا ماما، يعني مثلا بني، كحلي كده يعني. اما جبت حته عبايه يا بنت بقى ايه؟ هتهبلك والوان وايه؟ ملونه كمان؟ طب ما توريني يا ماما. ولا اقول لك استني استني، ما تدخلي تلبسيها احسن. ماشي هاتهالي. غمضي عينك يا بنت، انا جايه. هتبقى مفاجاه. فتحي عينك يلا، ايه رايك؟ شوفي، وهاديه وسمبل ورقيقه، ولا لعلطه ولا الوان اهي، وملونه زي ما طلبتي. ايه رايك؟ كده. طب كده.